أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. لم تفلح مساعي قاآن العديدة ولا ما حمله معه من توصيات السيد خامنئي في ثني السيد مقتدى عن موقفه الثابت بتشكيل حكومة أغلبية وطنية أو في توحيد القوى الشيعية في ائتلاف واحد، مما يعني أن الخلاف الأشد في العملية السياسية ما زال قائما وبلا حلول حتى بعد توجيهات الخامنئي، مثلما لم تستطيع أحكام المحكمة الاتحادية قبل أيام والمتعلقة بقضية نصاب الثلثين والثلث المعطل تبديل المواقف أو شكل التحالفات السياسية. فهل ستطلق قوى التنسيق محاولة جديدة لسحب السيد مقتدى إلى العودة للتفاوض، أم ستعول على المحاولة التي أطلقها الزعيم مسعود بارزاني؟ وما الحلول التي يمكن أن يقدمها التنسيق لإقناع الصدر بتبديل موقفه من مشكلة السيد المالكي؟ هل ستنقسم قوى التنسيق داخليا ليلتحق قسم منها بالسيد مقتدى، أم أن توجيهات من السيد خامنئي حملها قاآني ستمنعهم من ذلك؟ هل سنشهد تبديلا في مواقف أو المواقف القوى السياسية في اللحظات الحاسمة كما حصل في الحكومات السابقة؟ موضوعنا اليوم بيشماغ عراقي صدر يغلق الأباب من جديد، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. يقول الشاعر العراقي بدر شاكر سياب في إحدى قصائده: فيما الفراق أليس يجمعنا حب نظل عليه نعتنق. هذا البيت الشعري يفسر مشكلة الإطار مع التيار ولا مجال للتلاقي. أما عن زيارة قاآن إلى الحنانة فلا جديد فيها، الصدر بطريقته المعهودة وبخط أحمر كتب: لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية. وأضف لها صورة للسيد مقتدى الصدر بأشماغ عراقي على كتفه، معنونة بعنوان الأصالة العراقية. هذا ما كتبه رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري على صورة السيد مقتدى الصدر. إذن هذا ما نتج عن لقاء السيد الصدر بالسيد قاآني، والقضية لا تحتاج إلى تفسير. فشل آخر للوساطات التي تسعى لجمع الإطار بالتيار في كتلة واحدة. أما عن رسالة قاآني إلى الصدر، فقد جاء برسالة من طهران من المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، أكد فيها ضرورة توحيد البيت السياسي الشيعي بكل قواها والتجديد على حرمة تفكيك هذا البيت تحت أي ظرف كان. والصدر أبلغ قاآني بإيصال رسالة إلى السيد خامنئي مفادها بأنه ماض في مشروع حكومة الأغلبية والباب مفتوح لكل قوى الإطار إلا دولة القانون. القيادي في دولة القانون محمد الصيهود يقول إن مفتاح أزمة تشكيل الحكومة والكتلة البرلمانية الأكبر هو ائتلاف الإطار التنسيقي مع الكتلة الصدرية بعد الانقسامات التي يشهدها البرلمان والأزمة المتشعبة، معتبراً إن ائتلاف التنسيقي والصدريين خروج من النفق السياسي المظلم. وربما هذا الأمر لا يتحقق خاصة بعد تأكيد الصدر على رفض المالكي والحديث عن أنه قد ينضم بعض الإطاريين للكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر. لكن الإطار التنسيقي يستعد لطرح مبادرة سياسية وضعت حلاً للمشكلة الأساسية التي تمنع اندماج الإطار التنسيقي مع التيار الصدري. وبحسب مراقبين فإن المبادرة قد تتضمن إعطاء ضمانات بعدم ملاحقة الحكومة القادمة للمالكي قضائيا. فهل ستنهي مبادرة الإطار الأزمة السياسية، أم أن الصدر سيعود لتغريدته المعروفة لا شرقية ولا غربية وتغلق كل الطرق أمام الحكومة التوافقية؟
رحبوا معي بضيوفي كلهم من السيد غالب الشابندة كاتب ومفكر سياسي، وأيضا السيد هاشم الكندي رئيس مركز النبأ للدراسات. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ بسؤالي للسيد غالب الشابندر. سيد غالب، أريد أعرف اليوم بعد زيارة السيد قاآني إلى النجف، وأيضا التقى بالسيد مقتدى الصدر، أريد نعرف شنو هذه الخلافات والصراعات بالعملية السياسية الشيعية داخل البيت الشيعي؟ يعني اليوم الكل يتحدث عن هذا الموضوع. شكرا وسهلا بك ذكي، ومرحبا بك ومرحبا بالأخ الضيف الكريم ومشاهديكم الكرام. نعم. شوفي، ترى الخلاف ما بين التنسيقية أو الإطار التنسيقي، نعم، والكتلة الصدرية هو في الحقيقة خلاف أساسي وجوهري بين مقتدى الصدر ونور الملك. يعني بصرف النظر، أنا أتحدث عن رسالة السيد قاآني يا سيد غالب، يعني اليوم نعم الخلاف بين السيد مقتدى الصدر والسيد المالكي هو من أجى بالسيد أتى بالسيد قاآني إلى النجف. هو قلت شنو يعني شنو طبيعة وهوية هذا الخلاف في داخل البيت الشيعي؟ هو في الحقيقة خلاف ما بين شخصيتين، كل من الشخصية له هويته وله برنامجه وله خلفيته التاريخية وخلفيته الفقهية والفكرية، وليس خلاف شخصي. نعم. إلى حد ما قد بي طبعا جانب شخصي، لكن هناك جانب بنيوي. نعم. ولذلك إذا أراد قاآني أن يجمع ما بين الاثنين فهو كمن يريد أن يجمع ما بين هويتين أو بنيتين مختلفتين على درجة ما، يعني أشبه بالنكتة التي تقول التقريب بين المذاهب الإسلامية. التقريب بين المذاهب الإسلامية أصبح نكتة، لأنه المذاهب والأفكار لا يكون فيها تقريب، يعني المواقف اتجاه شخص اتجاه دولة ممكن يكون فيها تقريب، أما تقريب بين المذاهب، تقريب بين الأيديولوجيات، تقريب ما بين البنى أو ما بين الهويات الثقافية أو الهويات الدينية المختلفة، هذا صعب يعني، عسير يعني. صعب لو مستحيل. لا صعب، لا يوجد شيء مستحيل. احنا عندنا كناس ننظر الى الحياة بانها فرصة وبانها ممكنات متعددة، كما اننا ننظر الى السياسة بانها ليست مصالح، يعني لا صداقات دائمة ولا عداوات دائمة. يعني انت تعتقد هو خلاف ايديولوجي، خلاف فكري، خلاف سياسي، لو خلاف شخصي؟ يعني البعض يتحدث انه ربما يكون خلاف شخصي بجانب شخصي. نحن شوف يا سيدتي الكريمة وانت سيدة العارفين، من الصعب ان نتعامل مع الظواهر الاجتماعية بانها نتيجة سبب واحد او بانها نتيجة عامل واحد. يتداخل السياسي مع الشخصي مع البيئي مع يتداخل يعني. حتى إذا تذهبين إلى الفقه، يعني هذا الفقه على عظمته وأنه يستند إلى مناشئ انتزاع مشتركة تقريبا، لكن هناك مدرسة فقهية إيرانية، هناك مدرسة فقهية عراقية داخل إيران، هناك مدرسة فقه قمية، هناك مدرسة فقه تبريزية، يعني يختلف الوضع يعني. لذلك ليس بمثل هذه السهولة أن نحكم بأن الخلاف شخصي بحت أو أيديولوجي بحت. نعم. خليني أنتقل للسيد هاشم الكندي. سيد هاشم، يعني أريد نعرف شنو حمل السيد قاآني للسيد الصدر من رسائل، ولماذا لم تكن النتائج إيجابية باتجاه الحل؟ يعني بصراحة الحل الخلافات بالبيت الشيعي، البعض تحدث أنه ربما تكون هذه آخر زيارة للسيد قاآني للسيد مقتدى الصدر بعد يعني مشوار طويل، يعني اليوم من الانتخابات إلى هذا اليوم أكو إشكالية حقيقية بالبيت الشيعي، وهذه أكثر من زيارة للسيد قاآني إلى النجف. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم استيفاء، تحية إلى مشاهديكم، وتحية إلى ضيفكم الكريم الأستاذ غالب الشابندة. نعم. لعل سؤالكم لي ماذا حمل قاآني هو في استغراب بالنسبة لي. أولا، لا أحد يتحدث بصورة رسمية عن ما جاء به قاآني وما خرج من هذا اللقاء، وكل ما ذكرتموه
في المقدمة وفي التقرير هو تخمينات إعلامية. نعم، تسريبات وليس تخمينات. وحديث مواقع تواصل. لا تسريبات. أنت تعلم سيد الكندي هذا الشيء غير دقيقة. لا يعني تسريبات مو تخمينات. التسريب يختلف عن تخمينات. تسريب غير دقيق. وأنا سأقول لك شيء. نعم. لا يوجد شيء مؤكد عن هذا الأمر. نعم. ثم أمر ثاني، لعل هنالك أيضا تسريبات وفيها من الصواب وفيها من الخطأ. نعم. تقول إن الأمر لا يتعلق بالموضوعة الإطار والكتلة الصدرية إطلاقا، وإنما يتعلق بعنوان الأمن القومي العراقي والأمن القومي الإيراني، وهنالك. نعم. مخاطر وهنالك تعاون لصد. نعم. هذه المخاطر، هذه أيضا تسريبات. لكن. نعم. دعيني أقول لك شيء. أولا، اليوم ما يجري بصورة عامة. نعم. هو من ضمن الأمور السياسية الطبيعية، تنافس سياسي، نتائج انتخابات قبلها البعض لم يقبلها البعض، أصبحت بقرار المحكمة الاتحادية أمرا واقعا، كل الأطراف تسعى للتعامل مع هذا الواقع والنتائج الانتخابية بما يحقق مصالح سياسية. نعم. وهذا أمر مشروع. نعم. السيد مقتدى الصدر والكتلة الصدرية يريدون أن يكونوا في واجهة المشهد، وهم يكونون في قيادة البيت الشيعي، وهذا. نعم. أيضا من حقهم كطموح سياسي. هذا الأمر يجعل من الكتلة الصدرية والسيد مقتدى الصدر لا يقبلون كل الإطار معهم. نعم. ولا يرفضون كل الإطار، وهذا جزء من القراءة السياسية الصحيحة. نعم. لأنهم لو قبلوا كل الإطار فإنهم لن يكونوا ذات وذات الواجهة الكبرى. لكن هو السيد مقتدى الصدر، خلينا نتحدث بكل صراحة، أنه ما يقبل فقط السيد المالكي أنه يدخل وياه بالتحالف. إذا نتحدث عن حكومة أغلبية وطنية، السيد المالكي عنده 34 مقعد، إذا يكون السيد المالكي بالمعارضة يعني ما راح تكون عندنا معارضة قوية. والله كنت راح اجيك لسؤالك هذا. تفضل. وايضا السيد مقتدى الصدر لا يقبل بان يذهب الاطار جميعا بعيدا عنه، لان هذا الامر لا يحقق. نعم. الاعداد المطلوبه في جلسه اختيار رئيس الجمهوريه كما هو قرار المحكمه الاتحاديه. نعم. فبالتالي السيد الصدر عرض على الاطار التنسيقي ان ياتي اول مره 30 منهم، ثم بعد ذلك 50 من أي كتلة كانت، ولم يحدد. بل في المفاوضات كان هنالك طرح أنه ليأتي المالكي ويبتعد الآخر فتح والآخر أو العكس. أما هذا ما أنه الصدر وسيد مقتدى الصدر، بس هاي ما سامعية سيد هاشم، يعني هاي معلومة، هذه معلومات. نعم. من المفاوضين وأجواء المفاوضات. نعم. وبإمكانكم أن تسألوا عنها. يعني شنو هذه المعلومات؟ انطينا يعني معلومات. إنه السيد الصدر قال خليج المالكي والباقي ما يجون. سيدتي خليني أوضح العبارة وحتى نعرف، يعني ولا حتى تعرفين. تفضل. السيد مقتدى الصدر عرض. نعم. أن يكون جزء من الإطار معه، سواء كان هذا الجزء الفتح أو نواب دولة القانون. جيد. أما مسألة هذا الخلاف فهو خلاف إعلامي، وسأقول لك شيء. حكومتين للمالكي بعد الحدث الأكبر الذي يتصوره الناس أنه خلاف، وهو ما يسمى بصولة الفرسان. نعم. والتي هي لم تكن ضد التيار الصدري، وإنما ضد جماعات في البصرة والتيار الصدري لا يمثلون ولا ولا. نعم. أقول حكومتين للمالكي عام 2006 و2010، من رسخ المالكي رئيسا للوزراء هو وجود قرار ورئيس سيد مقتدى الصدر مع الآراء الأخرى بشكل. نعم. كامل. هذا أولا. ثانيا اليوم كل هذا الحراك هو أروع ما يمكن في العملية السياسية. الأطراف السياسية تتفاوض، تناور. نعم. وتقدم وتؤخر، وإذا اختلفت تذهب إلى القضاء. لكن سيد هاشم، سيد هاشم خلينا نتحدث بمنطق، يعني ويعني العراقيين كلهم سمعوا بصراحة كلام السيد مقتدى الصدر على شاشات التلفاز والفضائيات. تحدث بكل صراحة، قال أنا دعيت السيد هادي العامري، دعيت الشيخ
قيس، دعيت السيد الفياض انه يجون ويانا بحكومة الأغلبية الوطنية، قال لكن كان اعتراضي على السيد المالكي. فهذه النقطة يعني بس حتى نتحدد، هل هو خلاف شخصي؟ هل هو خلاف سياسي؟ هل هو خلاف يعني ربما يكون خلافات أخرى نحن كمشاهد ومراقب للشأن السياسي لا يعلمها؟ أريد نعرف الخلافات الحقيقية، لأن اليوم نحن أمام انسداد سياسي، أمام مشكلة يعني يمكن ما واجهناها في الحكومات السابقة، يكون خلاف بالبيت الشيعي لهذا الحد. أعيد للتأكيد، المسألة ليست شخصية، المسألة سياسية، ومن حق الأطراف السياسية جميعا أن تسعى لتكون هي الأقوى في الواجهات وفي التحالفات. وأنا قلت السيد مقتدى الصدر عرض على أن يكون جزء من نواب دولة القانون، ولم أقل المالكي. المالكي لا نائب ولا مرشح بالانتخابات، جيد. ثم أولا هذه المرة، في هذه المرحلة أسرع تشكيلة للبرلمان وأيضا للخطوات الأخرى. في السابق كنا نتأخر أشهر. والمشكلة ليست في البيت الشيعي، هذه أكذوبة إعلامية. اليوم المشكلة عند الأخوة الكرد في منصب رئيس الجمهورية، وهذا هو الذي يعطل الآن انعقاد جلسات البرلمان بعد إصرار الحزب الديمقراطي على ترشيح مرشح، وهذا المرشح كان عليه اختلاف والأمر الولائي أوقف ترشيحه وهو هوشيان زيباري، وأيضا الاتحاد يقول بأن هذا الأمر خلاف العرف السياسي وخلاف الاتفاق، وذهب الاتحاد ليقول بأن القطيعة ستحدث مع الديمقراطي، بل إن هنالك تصريح من بعض أعضاء الاتحاد يقولون بأن هذا لكن سيد هاشم، سيد هاشم خليني أتحدث بكل صراحة، يعني المنصب مال رئيس الجمهورية هو مو حكر على الاتحاد، خلي أتحدث يعني هو 17 سنة الاتحاد بمنصب رئيس الجمهورية، يعني شنو الضرر إذا فد دورة من الدورات الديمقراطي تنافس على رئاسة الجمهورية؟ يعني شنو المشكلة؟ هذا مو خلاف يعني. كيف أنا دا أشرح الحال، لست حكما ولست هنا لأعبر عن رأي قانوني، نعم ولهذا قدم الديمقراطي، لكن هذا الأمر الذي وجده الحزب الديمقراطي بأنه جزء من حقه وليس حكرا على الاتحاد، هذا الأمر لم يفهمه الاتحاد بهذه الصورة، والاتحاد ذهب إلى أمور تصعيدية، قلت لوحوا بانفصال السليمانية عن أربيل، وهذا الأمر في حد ذاته هو أمر فيه إشكال وفيه خطر على وحدة العراق. لكن سيد هاشم، سيد هاشم خلينا نتحدث بكل صراحة، يعني الإشكالية مع الاختيار رئيس الجمهورية ما كانت إشكالية بين الاتحاد والديمقراطي، الاتحاد يعني عرض مرشحي والديمقراطي عرض مرشحي، لكن المحكمة الاتحادية هي وقفت يعني الإجراءات مؤقتا، يعني هذه الخلافات اللي كانت موجودة. لكن إذا نتحدث عن البيت الشيعي يعني بصراحة، ونتحدث عن الخلافات الشيعية اليوم أمام مشكلة اختيار رئيس وزراء، والإطار التنسيقي بصراحة عندهم خطوط حمراء على بعض الأسماء اللي ربما يرشحها السيد مقتدى الصدر، وأنت تعلم يا سيد الكندي ستيفا تدين الحديث بالواقعية ولا هو هاي الواقعية؟ أولا لا توجد أسماء لترشيحات رئيس وزراء. لا أنا أتحدث إذا رشح السيد مقتدى الصدر عندكم خطوط حمراء على بعض الأسماء. يا سيدتي لا توجد خطط حمراء، أنا أتكلم بالوقائع وليس بالافتراضات، الواقع والوقائع تقول الآن لماذا لم تنعقد جلسة البرلمان؟ لأن الاتحاد قال بأنه يعترض على هوشيان زيباري ترشيحه، وهنالك دعاوى من قال يعني اكو محكمة قرار محكمة يعني. نعم يعني انت شنو الاتحاد يتحدث الاتحاد يدخل جلسة مجلس النواب والتصويت يعني هو اللي يحكم منه راح يفوز؟ خليني انتقل للسيد، راح انتقل سيطيفة. لا قبل التقنين مهم جدا، اولا هنالك شكوى من 4 من النواب، طبيعي شغلة طبيعية، والديمقراطي لم يحضر الجلسة الاولى التي بعد الاختيار رئيس الجمهورية، يعني هو ما دخل الجلسة لأن هم متحالفين يعني مع السيادة وأيضا الكتلة الصدرية، فكان القرار يعني مجتمع أنه ما يدخلون منصب رئيس الجمهورية لو غير منصب، وأيضا الإطار التنسيقي ما دخل. نعم يعني لماذا لم يدخل الإطار التنسيقي؟ لأن الجلسة لن تنعقد، والأطراف الأخرى لو كان بإمكانها أن تعقد الجلسة بالأعداد المطلوبة وتمضي لعقدها ذاتها. الخلاف
مشكلة كردية كردية. نعم. الآن لم يحدث. لكن انعقاد الجلسة، انعقاد الجلسة يا سيد هاشم الكندي هو انعقاد يعني لتحالف، يعني متحالفين ثلاثة وما دخلوا الجلسة، الإيطالي ما دخل الجلسة، كتل وأحزاب سياسية ما دخلت الجلسة، يعني فقط اللي دخل الجلسة 58 نائب، وهذا إعلام مجلس النواب، ونحن عندنا نواب 329 نائب. خليني أنتقل للسيد غالي. الآن الاتحاد موافق ما عنده مشكلة على ترشيحات الديمقراطي؟ لا مختلف. طبيعي، شغلة طبيعية. اساس التعقيد واساس عدم استمرار عمل البرلمان وانعقاد جلساته هو هذا الخلاف الكلي. نعم ما عندنا اشكاليه بالخلافات، لكن الجلسه يعني ما انعقدت لان اكو هناك تحالف يعني يعطل ثلث البرلمان. خليني انتقل للسيد غالب الشابندر، اريد اعرف سيد غالب ما الرسائل اللي اراد السيد الصدر ارسالها من لبس البيشمار العراقي بعد تغريده اعقبت هذا اللقاء، قال لا شرقيه ولا غربيه، حكومه أغلبية وطنية، بعد لقائه مع السيد قاآني، يعني شنو المقصود بها يعني، وين رايح السيد مقتدى الصدر، ولماذا يعني لبس يعني الملابس العراقية يعني وتحدث بهذا الكلام؟ يعني أنا أذكر الأخ العزيز بقضية، لأنه مرة خرجت معه في أحد القنوات وكان هو يصر بأنه الاجتماع الذي حصل في بغداد أو في الحنانة أنه سوف يسفر عن وحدة الكيان الشيعي وسوف يسفر عن وحدة القوى الشيعية، وذكر أساسين أو علتين أو سببين لهذا. أولا مصالحهم هي التي تتطلب وحدتهم، وثانيا هناك ضغط إيراني أو توجيه إيراني أو أن إيران لن تسمح لهذا البيت أن يتفتت. نعم. أنا كنت أصر أقول له لا، لأنه هذه الجلسات. عفوا أستاذ غالب هذا الكلام مو دقيق، لربما أخي العزيز أنا سمعت منك مباشرة وموجود مسجل بالتلفزيون. أقول لك أخي العزيز أنا سمعت منك مباشرة، أنا سمعت منك مباشرة وموجود على شاشة التلفزيون. خلي كمل سيدي. أخي أنت أنا سمعت منك مباشرة وتكلمت في التلفزيون ودخلت معك في حوار أخي العزيز، وكان حوار فيه نوع من العناد بيني وبينك، وقلت لك لا خلا لا لا خلي كمل الفكرة سيد غالب. خلي أخي العزيز دعني أقول من حقك سيد هاشم تكمل يعني ترد علي، بس خلي كمل. أخي العزيز يطولني واللي يثبت شيء علي. أخي العزيز راح تجاوب بس خلي كمل. أنا لن أقاطعك أقول لك خانتك الذاكرة. أخي 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 لن أقاطعك ولن لا تتحدث عني انت فلا اسمح لي بعدين خلي كمل كلام. أخي العزيز تكلمنا وكان الحوار، وقلت لك أخي العزيز إلى أنه هذا ما يصير اتفاق ما يصير، وأنت قلت لا يصير اتفاق وسوف يخرج، وكان جميع الأخوة اللي موجودين في دولة القانون وفي التنسيقية مرحبين بهذا الاجتماع ويصرون على أنه سوف يخرجون بوحدة شيعية متكاملة. أنا في الحقيقة أؤكد إلى أنه أختلف مع الأخ الكريم لأنه لا يوجد خلاف وأنه ما في جانب شخصي، لا المالكي نبي ولا مقتدى الصدر نبي ولا كل واحد من هؤلاء أنبياء، حتما عندهم مطامحهم الشخصية، حتما عندهم آرائهم الشخصية، حتما عندهم مركز. نعم لا يمكن أن نقول ونمحضه بأنه شخصي، نمحضه. نعم هناك أيضا اختلافات بالتوجهات، مثل ما قلت لك انه نور المالكي رجل حزبي يعتمد على النظريه الحزبيه وثقافته حزبيه، السيد مقتدى الصدر ثقافته مو حزبيه، ثقافته تقريبا حوزويه جماهيريه كل واحد ورايه. السيد مقتدى كان طارح مشروع الدوله الاسلاميه ودوله ولايه الفقيه، ثم تخلى عن هذا الشعار واخذ يطالب بالديمقراطيه. حزب الدعوه والتنسيقيه حزب عقائدي يعني يطالب بدوله اسلاميه، والديمقراطيه اعتبرها وسيله الى تكريس الدوله الاسلاميه يعني. اما ما قام به السيد، وانا اتكلم ضميري يعني، وعندما اقول ان السيد الاخ هاشم الكندي انما اقولها وانا متاكد وهو صديق واخ عزيز يعني، لا اريد ان افتري عليه. اما بالنسبه الى السيد مقتدى الصدر فلباسه لهذا اليشماق فهو تاكيد لاتجاه عروبي، يعني ان نحن عراقيين لا نسمح للآخرين أن يتدخلوا في شؤوننا السياسية،
وهذا لا يعني إلا أنه محسوب على السعودية ومحسوب على قطر كما يصور البعض، بدليل إلى أنه طرح لا شرقية ولا غربية. وكلمة لا شرقية ولا غربية يعني لا يجوز لهذه الدولة أو تلك الدولة تتدخل في شأننا الداخلي يعني، وهذا من حقه يعني، وربما يترجم كثير من الآراء يعني. وهناك تغريدة فيها نوع من النكتة في الحقيقة، لا أدري مدى هي صحيحة وكذا، يقولون هي نكتة أعتقد، إلى أنه السيد مقتدى الصدر حتما قال لقاءاني كيف حال طحنون، شلون صحة طحنون، نعم موجودة، ممكن تودي سلامنا عن طريق طحنون إلى عن طريقكم سلام الى طحنون، يريد يقول لي ليش يعني هذه موجوده بكل المواقع ومنسوبه للسيد سمير عبيد منصور، ما هذه حقيقه، ما نعرف هي حقيقه لو مو حقيقه يعني، ما لي لازم سمير عبيداني، ولكن اقول ما اعرف هل هي صحيحه ما صحيحه، ما نعرف، ما ادري، لسان الحال ربما هو هيك، لسان الحال ربما هيك، انا اقول لا، انا اختلف مع الاخ لانه خلاف بجانب الشخص، بدليل بدليل إلى أنه البيانات التي يصدرها الإطار إلى أنه لن نسمح بإقصاء أحد. نعم. معنى شنو؟ معنى يعني لأنه كتلة صدرية تقصي المالكي، وكلمة إقصاء هي تشير إلى خلاف شخصي يعني، صحيح أو مو صحيح؟ فهذا في الحقيقة أنا اللي أعتقد إلى أنه يعني مقتدى الصدر في سياسته هذه مو يريد يقصي وإنما هذا رأي السياسي يعني، يقول أنا ما أريد أتحالف مع المالك يعني، هذا يعتبر إقصاء؟ نعم. ليش يعتبر إقصاء؟ يعني لو يقبل، نعم، لو إقصاء هذا فالظلم، هذا مو فكر سياسي ولا فكر سياسي إطلاقا. نعم. يقول لك أنا ما أريد المالك يعني، هذا المالك ما أريده، عليه شبهات كثيرة، هو ده يقول إنه هو ضر العراق، لأنه أنا جئت به مرتين للحكم وثبتت بالحكم، ولكنه تنازلت عن وزرائي، نعم، ثقي واعتقدي، لا دفاع عن مقتدى، نعم، ولا دفاع عن كذا. لكن البعض يتحدث، سيد غالب خليني، نعم، أتحدث، نعم، يعني البعض يتحدث وهذا مو كلامي، وأنت أكيد شاهدت وسمعت فضائيات وأيضا بمواقع التواصل الاجتماعي، وبما أنه أنت يعني تتحدث ببعض الحقائق وأيضا تابع متابع جيد للمواقع التواصل الاجتماعي، البعض يقول لك يعني السيد مقتدى الصدر يرفض السيد المالكي لأن السيد المالكي أخذ دورتين كرئيس حكومة، لكن أيضا بعض الشخصيات السيد مقتدى الصدر متمسك بهم ويرحب بهم، وبعض الشخصيات عندها أجندات خارجية، هذا مو كلامنا، وأنت تعلم بهذا الموضوع ومن تحدث بهذا الموضوع، أريد حتى تفسر هذا الموضوع للمشاهد اللي شاهدنا. شوفي يا سيدتي الكريمة، كل ما موجود بالعراق من كتل سياسية، من أحزاب سياسية، من منظمات سياسية، الدول الإقليم، الدول الإقليمية باخترقتها بحجم أو آخر، إيران، السعودية، قطر، كذا، باخترقتها، وإلى الآن تعتبر الأنظمة السياسية، تعتبر القوى السياسية اللي موجودة في العراق هي عالة إلى حد ما، إلى حد ما. يعني نعم سيد مقتدى الصدر، يعني نقدر نحقق لا شرقية ولا غربية. سيد مقتدى الصدر إلى حد ما، مو أقول بشكل مطلق، نعم، إلى حد ما، نعم، يريد هسه ما اقول هو ثابت، نعم، يريد الى حد ما ان يتخلص من هذا من هذه الاتكائيه يعني او الاعتماديه يعني الى حد ما، لكن ايضا هو شنو يعني الكتله مالته والكيان مالته شنو، هو معصوم ايضا، في ناس مخترقين، نعم، وفي ناس يسرقون وفي ناس كذا وفي ناس الى اخره. انا من دعاه الاغلبيه السياسيه الوطنيه بنكهه تقريبا نكهه اغلبيه يعني، نعم، يعني هو اذا مثلا السيد الاخ المالكي ما اشترك هي راح تصير اغلبيه، بس مو اغلبيه بالمعنى السياسي الحقيقي، نعم، وانما اغلبيه ولا هي توافقيه بالمعنى السياسي الحقيقي، ولكن هي اغلبيه بنكهه الاتفاقيه، بنكهه اتفاقيه يعني، هذا رايي يعني، نعم، ومعذره اذا سئت الى الاخ الكريم او كذا. نعم حبيبي، خلي السيد هاشم كان عنده تعقيد، تفضل سيد هاشم. فقط تذكير ست هيفاء بالاتفاق على الموعد، شكرا من لطفك. نعم تفضل تفضل. اولا مساله الاقصاء، انا قلت سيد مقتدى لا يريد كل الاطار ولا يريد ان يذهب كل الاطار بعيد عنه، نعم، هذا اولا، وهو جزء من الحراك السياسي لتصدر المشهد وهو حق للجميع. نعم. اما مساله الان
ما ذكره الأستاذ غالب. أنا أقول رغم أنه أنا أقول لربما الذاكرة لم تسعف الأستاذ غالب، لكن أنه أقول مآلات الأمور ستكون باتفاق الإطار والتيار. اليوم عندنا وجهة قسم نظر من الإطار وكل الإطار. أنا أقول كل الإطار، كل الإطار أو جل على الأقل. نعم أقول اليوم عندنا وجهتين نظر. نعم وجهة نظر السيد مقتدى الصدر يقول بالأغلبية السياسية. نعم والطرف الآخر الإطار يقول في التوافقية، وكل من ينظر من زاويته. في السابق كان من يمثل الإطار المالكي ومجموعة من القريبين على المالكي كانوا يقولون بالأغلبية، رفضها السيد مقتدى الصدر في حينها. نعم. كان وجهة نظر أنه لا تخدم في تلك الظروف. هذه آراء سياسية، بالنتيجة الأمور تذهب للمباحثات المفاوضات. نعم. للوصول إلى نتيجة. وأيضا الإطار وضع الأمور ببساط مفتوح. نعم. وهو إن لم تأتوا معنا بالتوافقية التي نراها مناسبة بهذا الظرف فإننا لنا خيارين. الخيار الأول هو المعارضة الإيجابية، والخيار الثاني هو المقاطعة. وأنا أقول معارضة إيجابية لكل الإطار، لكل الإطار، والإطار يؤكد بأنه موقفه موحد. وأيضا الإطار يقول بأن لو توفرت الأغلبية للكتلة الصدرية وللسيد مقتدى الصدر فهذا سيكون أفضل شيء، وسيكون يكون الإطار داعم وداعي. نعم. لهذا النجاح، لأنه بالقليل سيكون نجاح لحكم شيعي ويتجاوز. نعم. التسقيط الذي كان يمارس على الشيعة بأنهم فشلوا وأنهم الفاسدون والفاشلون فقط دون الآخرين. ولكن هل ستتحقق الأغلبية للسيد مقتدى؟ بمعنى هل الأطراف المتحالفة مع السيد مقتدى، القوى السنية عزم وتقدم والحزب الديمقراطي، لن يطالب السيد مقتدى الصدر؟ نعم. بوزراء حزبيين يحموهم من الاستجواب ومن المساءلة؟ هذا هو السؤال. إذا تحقق ذلك فهذه حكومة أغلبية، إذا لا الديمقراطي والسنة طالبوا بوزراء حزبيين ووزارات لهم يديروها. نعم. فهذه توافقية مقتصرة، أو سميها أغلبية إقصائية. نعم. إقصاء للإطار، إقصاء لجزء من الإطار، إقصاء. نعم. للاتحاد، إقصاء لبعض القوى السنية. هذا هو الواقع. لكن سيد يعني هاشم خليني أتحدث بكل صراحة، الاتحاد راح يدخل بالحكومة، يعني اليوم رشح رئيس جمهورية، وأيضا ربما يعني إذا فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة الجمهورية يذهب الاتحاد حتى يأخذ وزراء يعني بالحكومة القادمة، وأيضا السنة راح يشارك بالحكومة. الإشكالية يعني أيضا إذا هاي أغلبية ولا توافقية؟ لا لا هاي راح نرجع للسيد غالب، بس أتمنى تبقى معايا حتى عفوا لانه عندي لا لازم تبقى معي فت خمس دقائق اخرى لان لازم السيده عفوا لانه التزام وهذه كلمه امام الاخرين. نعم. لا السيد هاشم يعني هاليوم مثلا طرح السيد مقتدى الصدر يعني هذا سمعناه ما متاكدين منه، يعني مثل ما انت تسمع وغيرنا هم يسمع من المحللين والاعلاميين انه السيد مقتدى الصدر طرح خمس وزارات للاطار التنسيقي، هل صحيح انه خمس وزارات راح تمنح للاطار التنسيقي بالحكومه القادمة؟ هذا كله كلام غير صحيح. لغاية الآن ما متحددة ملامح هل سيكون الجميع في حالة واحدة أم أنه سيكون الإطار في المعارضة. كان هنالك حديث عن عدد وزارات لكن لا شيء رسمي ولا شيء، لكن بالتفاهمات والنقاشات كانك وهذا الحديث سيدتي يطرح هذا سيد مقتدى وأنه السيد هادي العامر نائب رئيس الجمهورية. هذا كلام مواقع نائب رئيس وزراء هو نائب رئيس الجمهورية المالكي ونائب. نعم. رئيس الوزراء هادي العامري ووزير الإعلام هيفاء الحسيني. هذا كله هذا كله شكرا جزيلا ما يدخل بالحكومة. لا أنا أساسا ما عندنا وزارة إعلام ولهذا ذكرته. هذا مواقع تواصل وإن شاء الله تكونين وزيرة إن شاء الله. شكرا جزيلا. أريد أكون إنه صوت العراق جيد بالأنا. إن شاء الله يكون قرارك الأول تأذنيني بالمغادرة. وأقول كل الحراك السياسي رائع الآن. نعم. والله كله على المستوى الكامل
أن يكون التفاهم ما بين جميع الأطراف. اليوم أنا قلت لكن بس نقطة سيد هاشم قبل ما تغادرنا، اليوم الخلاف شيعي شيعي. أنت تقول لي لا، اليوم أكو إشكالية كبيرة، أكو إشكالية كبيرة. اليوم بعد تفسير المحكمة الاتحادية للثلثين يعني أصبح عندنا ثلث معطل، اليوم كيف ممكن نحل الإشكاليات اللي موجودة بالتفاهم؟ شلون ممكن نتفاهم في ظل أو بالاتفاق. لماذا لم يذهب الكتل والأحزاب الشيعية لتنفيذ أو لتطبيق أو يعني أخذ مبادرة السيد الزعيم مسعود بارزاني لأطلاقها لحل الخلافات والإشكاليات الموجودة؟ ليست مبادرة، كانت تبليغ رسالة بتغير الموقف بأنهم لن يمضوا مع السيد مقتدى إلا بتوحد البيت الشيعي. ولو كانت مبادرة لكان الطرف الذي زار سيدنا جرفان خميس الخنجر الحلبوسي لذهبوا إلى الطرفين، ولكنهم لم يذهبوا إلا إلى طرف واحد، كان تبليغ موقف. وأقول اليوم لو حصلت التفاهمات في البيت الكردي واتفقوا على ترشيح رئيس جمهورية واحد، فهذا سيكون فيه انعكاس على جميع المكونات العراقية، وهذا الذي نتمناه. خلي تستمر الأمور بتفاهمات كاملة والكل له الحق فيما يريد. لا بس وين ذاهبين؟ وين ذاهبين؟ أنت من الإطار سيد هاشم، أنت من دولة القانون وتمثل عضو في دولة القانون. لا 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 لا، خلينا نتحدث هذا اليوم الاجتماعات اللي خلف الكواليس تتحدث بأمور كثيرة وأنت تعلمها وأنا أعلمها، بس ما نقدر نحكي للإعلام. هل نحن ذاهبين هذا اليوم إلى التفاهمات وذاهبين إلى أزمة جديدة ربما تودي العراق إلى نفق مظلم، وأنت تعلم بهذا الحديث خلف الكواليس؟ تحدث لي وين ذاهبين. الإطار التنسيق أنا كمراقب ومثل هذا رأي ومتابع. الإطار التنسيقي عند مبادرة ستطلق في هذا الإطار. هذه المبادرة هو شيء واحد، يا أما المشاركة حسب وجهة نظرهم أو الذهاب إلى المعارضة الإيجابية ودعم الكتلة الصدرية في قيادة حكومة أغلبية حقيقية، لا شرقية ولا غربية ولا شمالية ولا جنوبية، ومنع كل التدخلات. لا كما قال مشعان جابوا وحدوا السنة تركيا والإمارات وينتظرون أوامر فلان حتى يحددوا رئيس جمهورية. هذا الذي نسعى له لتصحيح العملية السياسية ضمن عنوانين: الإصلاح والتغيير. شكرا جزيلا سيد هاشم. ضعف دور إيران بالمنطقة وبالتحديد بالعراق؟ إذا كان الدور مقبولا فيما في مصلحة العراق فهذا مقبول من إيران ومن غيرها. ضعف 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 بالعراق، يعني ضعف سيدي قارن دور إيران ب 2018 على هاليوم، يعني شوفوا ضعيف جدا. خذي مني هذا الشيء، هذه المرة المفاوضات تجري لا تدخلات إيرانية ولا تدخلات أمريكية، وأنا معروف موقفي من أمريكا. الآن الدورين هم الأضعف، لكن الدور الأضبط والأقوى هو الدولة البريطانية، اللي بريطانيا قماشهم زين وحياكتهم جيدة. شكرا لكم. من متجه مع بريطانيا؟ لا أنا أقول تدخلات بريطانية وهي تدخلات مرفوضة، ولكنهم يتدخلون ويتآمرون. اليوم سيد غالب بريطانيا تلعب يعني وتدخل واضح مثل ما تحدث السيد هاشم الكندي. تفضل سيد غالب تعقيبه. والله هو يعرف بريطانيا جزء أحسن من عندي، بس أنا اللي أقول لأنه هي القضية العراقية قضية إقليمية دولية. وبالدرجة الثالثة هي وطنية. اللاعب الأكبر هو الصراع الأمريكي الروسي الصيني، والصراع الأصغر الدائرة الأصغر هي إيران والسعودية، ومن ثم تنزل إلى المكونات السياسية اللي موجودة. يعني المصلحة الكبرى هي الدول الكبرى، المصلحة الأوسط هي الاثنين اللي إيران والسعودية، والمصلحة واللا مصلحة نهائيا هي وإنما مجرد مصالح حزبية وشخصية، هي الأدوات الداخلية التي تعمل بانعكاس للمصالح الإقليمية، والمصالح الإقليمية تتفاهم مع الدول الكبرى بشكل أو آخر. يعني إيران هذا اليوم تأثيره بالعراق مثل ما يعني لاحظي أقول لك شيء، يعني خلينا نكون صريحين، كل دول الجوار لا يمكن أن تفك ياخي من العراق، يعني لا يمكن للكويت أن تفك ياخي من العراق لأنها تعمل على خنقه بحريا، ولا يمكن للسعودية أن تفك ياخي عن العراق
لأنه تجد أن العراق أصبح قوة وشيعة العراق أصبحوا رقم صعب، ولذلك من الصعب تجاهل هذا الواقع، فلا بد أن تدخل في دائرة جديدة وفي عمل جديد. ولا كذلك تركيا يمكن أن تهمل العراق لأنه أحزاب كردية وأحزاب تركية مسلحة موجودة، وأما إيران فهناك أكثر من قضية تجعلها لا يمكن أن تتخلى عن العراق، لأنه لولا الصادرات الإيرانية إلى العراق لكسد السوق الإيراني، ولولا العلاقات الأخرى إحنا العراقيين الذين حمينا الكويت وسوريا والسعودية وإيران من داعش، ولم يحمينا أحد، نحن كبش الفداء. ولذلك أنا أصر على أن سيد مقتدى الصدر إذا كان بهذا الاتجاه لا شرقية ولا غربية أعتقد سوف يحقق قفزة كبيرة في تاريخ السياسة العراقية في هذه المرحلة بالذات. لكن سيد غالب خلي أتحدث بكل صراحة، أنا طبعا ترى أنا بتفهم وياكم إلى أنه ساعة بعد خمس دقائق وأطلع إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. سيد غالب لكن نتحدث نقطة من أنت شو بصير سيد؟ أنا مو سيد، أنا أخب عمار سيد. لا لا سيد، وأنت أصلا هذا اليوم نحن نفتخر بك سيد غالب، أنت هذا اليوم يعني من الناس الوطنيين، الناس اللي تتحدث الحقيقة بعيدا عن أي خوف وبعيدا عن أي مجاملات لهذه الجهة. لكن نقطة مهمة العاقبة يا أختي العزيزة، نحن على مشارف عمر الموت إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. لكن خليني أتحدث نقطة مهمة جدا، وين ذهب البيت الشيعي في نهاية؟ يعني بالنهاية وين رايحين؟ للتوافقات؟ لا لا أعتقد وذاهب إلى أنه يعني انقسام جزئي، مو ذاك الانقسام الكلي. مو هذه تعمق الخلافات سيد غالب؟ مو تعمق يعني الخلافات؟ تعمق طبعا طبعا تعمق الخلافات، ولكن هذا لا يعني ان البيت السني الان هو سمن على عسل. يدخلون المعادله السياسيه ومعادله الوزارات وشوفوا ايش راح يصير فيما بيناتهم. نعم راح يكونوا خلافات تتوقع؟ كبيره جدا. ونصيحتي للاخ ابو اسراء أقول له يا أخي العزيز، أنت رجل أمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، مرتي صرت رئيس وزراء، لا تسعى إلى أن تكون نائب رئيس الجمهورية وتزحف على هذه القضية، لا أنت لا تحول إلى معارضة حتى يمكن. بس من يقول هو يزحف ويريد نائب رئيس الجمهورية؟ يريد من يقول يعني؟ أنا أقول سيدة أخي العزيز، أهل البيت أدرى بمن فيها أنا ابنهم وأخوهم وصديقهم وعزيزهم وهم أصدقائي. نعم. فأعرف الشيء وأعرف الكلام. نعم الخلاف على نائب رئيس الجمهورية؟ نعم موجود هذا يعني على منصب، يعني على منصب. نعم. ومن حقه، لكن أنا في رأيي أقول له لا، يعني بهذه الطريقة يعني لا يليق بك أبو إسراء، لا يليق بك هذا الشيء أبدا. نعم. شلون تنظر إلى مبادرة السيد مسعود برزاني في ظل الظروف اللي مسعود برزاني أراد أن يكون أب للجميع وبلغة كردية، حتى يقولون أن الأكراد هم المكون الحقيقي الذي يمكن أن يكون أداة شمل وجمع بهذه الطريقة يعني. ولكن أعتقد كان ينبغي أن يقدر الموقف بأنه مثل هذه المهمة من الصعب أن يقوم بها لأنه الخلافات عميقة. وأأمل من الإخوة الأكراد أن يقفوا إلى جانب الشيعة فيما يعانوه، لأن الشيعة كان لهم دور كبير في مواجهة الظلم الذي وقع على الأكراد. سيد محسن حكيم هو الذي أفتى لا انفصال ولا قتال، وسيد محسن الحكيم وسيد محمد باقر الصدر هو الذي حرم القتال. ونحن أعطينا للأخوة الأكراد عطاء لا مثيل له. لكن لا يوجد خلافات سيد غالب، يعني نحن نشاهد يعني السيد مسعود برزاني من بعد ما انتهت الانتخابات سعى من بدايتها إلى هذا اليوم أنه يتوحد البيت الشيعي حتى ندخل إن شاء الله إن شاء الله قوية، ندخل في تشكيل حكومات قوية. لكن هاليوم أتحدث نقطة مهمة جدا، بعد رسالة السيد قاآني إلى السيد الصدر راح نعم تليفون عندك مشغول سيد غالب. ألو سيد، يعني سيد غالب
خليني سيد لا غالب. لا موال عندي موعد انت موال حسب اتفاقنا. نعم نعم بعد عندنا بعد 10 دقائق حسب اتفاقنا سيد غالب. نعم تفضل. لكن خليني اتحدث الرساله اللي جاء بها السيد قاني. البعض يتحدث انه السيد غالب الشابندر يعني قراها بالايراني، هذا اللي سمعناه وعرف انه مضمون هذه الرساله. اي نعم كتبتها بالفارسي وبالعربي. شنو هي بالله؟ لانه نفس الشيء، لانه قاني هل عندما جاء قاني الى السيد مقتدى الصدر، هل ان مقتدى الصدر حب القاني سلام الى طحنون عن طريقه؟ هذه هي طريقة لا اكثر ولا هذا في نكهه سياسيه يعني كاريكاتور سياسي ولكن على شكل لغه. نعم، تتوقع انه اختيار رئيس الحكومه رئيس الوزراء راح يتاخر؟ تقريبا يتاخر؟ يتاخر، ولكن لا اعتقد يتاخر بتلك الفتره الحرجه. شكرا جزيلا السيد غالب الشابندر، اشكر ضيوفي. وبالختام عندي كلام، الفشل السياسي بهذا البلد واضح وما يحتاج توضيح وتاكيد. من ينقتل قاضي هذا تحدي للبلد وللسياسه، من شباب تقدم على الموت وتنهي حياتها احتجاجا هذا دليل على ياس الناس من الحكومات، من عجوز مسنه تعمل بالنفايات هذا دليل على اهمال للمواطنين، من طفل يعمل بالتقاطعات حتى يعيش ويعيش عائلته، يعني المنظومة الاقتصادية تحتاج إلى إصلاح، من شخص يبيع جزء من جسمه هذا يعني الجوع وصل لأعلى مستويات المعاناة والعذاب، ونحتاج إلى حلول حقيقية وجدية مو كلام وعود. من تكون الرشوة هي السائدة وتتسمى هدية هذا يعني إحنا أمام أزمة بالمنظومة الوظيفية، من أطفال تتعلم بمباني ما بيها كل مقومات التعليم يعني المؤسسة التعليمية تحتاج إلى اهتمام، وهواية بعد مشاكل بهذا البلد هي نتاج سياسات متخبطة، ودوام هذه المشاكل يعني ضياع البلد. ايه ضياع البلد؟ افهموا هذه الرسالة وعالجوا بسرعة الإشكاليات اللي موجودة بهذا البلد. تصبحون على وطن آمن، في أمان الله.